الشتا نعمة تسقي بلادنا وتعود بالنفع علينا وعلى ولادنا. السياقة فيها ماشي سهلة، بالأخص في البداية ديالها، حيث بسبب الزيوت اللي كتجمع الطريق كتولي كتزلق. الحضار واجب، لازم نخفضوا السرعة، لأنه كل ما كانت كبيرة كل ما المسافة ديال التوقف كتزاد. خاصنا نتأكدوا من الحالة ديال الروايد والسوي كلاس ونحضيو من الكليصال. هاد المرة خرجت جرة سلمى، ولكن ماشي ديما كتخرج جرة سلمى. فوق الشتاء نزيد ونردو البال. لحقوق الإنسان، ومن خلالها تنسجلوا وتندوا بأعمال القمعية والهمجية التي تتعرضت لها مجموعة من المراكز كمركز العيون، طنجة، قنيطرة، تازة وغير ذلك من المراكز. مطالبنا هي مطالب مشروعة وعادلة، يعرفها القاسي والداني. مطالبنا تتجلى في إسقاط المرسومين، المرسوم الأول القاضي بفصل التوظيف عن التكوين، والمطلب الثاني هو إرجاع المنحة إلى ما كانت عليه، لا تقزم المنحة إلى أقل من النصف. والذي نراه هو تعنت الحكومة وخروجها الخروج البائت للحكومة والخطاب السعباوي لرئيس الحكومة، وهذا لا يزيدنا إلا صمود وإلا نضال، ونتوعده بمسيرة وطنية يوم 17 ديسمبر في مراكش. شوف اختي، سمعت شوف اختي،